طبعا زي ما احنا عارفين ريبز عددهم 12، من واحد لسبعة بنسميهم ترو ريبز. ليه؟ لان دولت متحدين بوستيرولي مع البودي والتيوبركل بتاع الثوراسيك فيرتبري، وانتيرولي متحدين هنا مع الاسترنو. فمن واحد لسبعة بديهم الاسم اسمهم ترو ريبز. نيجي بقى من اول سبعة لحد 12، دول بنديلهم اسم اسمهم ايه؟ فولس ريبز. بس خد بالك بقى، من اول 8 و9 و10 دولت صحيح ورا متحدين مع البوديز مع الثوراسيك فيرتيبري، قدام متحدين مع بعضيهم. ازاي بقى؟ قال لك 10 متحده مع الكوستال كارتج بتاع 9، و9 متحده مع الكوستال كارتج بتاع 8، و8 متحده مع الكوستال كارتج بتاع 7. يبقى عشان كده بنلاقي 8 و9 و10 دول بينطبق عليهم فولس ريبز مظبوط، وبنخلي 11 و12 اللي هم متحدين ورا مع الثوراسيك فيرتبري وقدام مش متحدين مع اي حاجه خالص الا الاتاشمنت بتاعتهم للديافراج، دول بنديلهم الاسم بنسميهم فلوتنج ريب. يبقى التقسيمه ممكن اقسمها من 1 لـ7 ترو ريب ما عليهاش اختلاف، 8 و9 و10 فولس ريبز، وبعدين 11 و12 اللي هم عايمين اللي هم ماسكين ورا في الفرتبري قدام في الدافراج، بنديلهم الاسم بنسميهم فلوتنج ايه ريبس. الكلام ده واضح في طبعا هنا بيبان حاجه، ادي الريبز هم ال 12 زي ما حضراتكم شايفين. تبص تلاقي الريب ادي ده البوستيرور اند بتاعتها الهيد والنيك والتيوبركل، المفروض ده اللي بتتحد مع الفرتبري قدام، بتتحد مع ما تتحدش مع الاسترنا مباشرة. لا ابص الاقي فيه هنا جزء اسمه كوستال كارتليج ده واصلة ما بين الاسترنم وما بين الريبز نفسها الكبون. دي كل دي اسمها كوستال ايه كارتليج. طبعا لا ننسى ان من 1 لـ7 بنديلهم اسم اسمهم ترو ريبز، 8 و9 و10 فولس ريبز، وبعدين 11 و12 دولت بنسميهم floating.